يهدف هذا المعرض إلى تعريف بناتنا وأبنائنا طلبة الثانوية العامة بالجامعة الإسلامية بكافة برامجها التي تقدمها، وإبراز الجوانب العملية التي تقدمها الأقسام الأكاديمية في كليات العلوم الصحية وكلية العلوم وكلية التربية. وكذلك يهدف هذا المعرض إلى الاطلاع على الإمكانيات المعملية التي تتمتع بها الجامعة الإسلامية والتي تصقل مهارات الطلبة أثناء دراستهم الأكاديمية. يشارك في هذا المعرض المتميز 3 كليات: كلية العلوم الصحية وكلية العلوم وكلية التربية، و10 أقسام أكاديمية، حيث يعرضون عشرات التجارب العملية في شتى أنواع العلوم، ومنها الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبية المخبرية والبصريات الطبية والبيئة والعلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية والوسائل التربوية، ونبذ عن فرع الجامعة الإسلامية في خان يونس جنوب قطاع غزة.